شقق فخمة للبيع بمنطقة قرنة شهوان المتن بشارع كتير مرتب. هالمشروع تحت اسم سيتا ديف 5، مؤلف من بنايتين سكنية، وكل بناية مؤلفة من 4 شقق وكل طابق شقة بمساحة 285 أو 330 متر مربع. شو تفاصيل هالمشروع؟ منشوفهم سوا. مشروع سيتا ديف 5 بعيد دقايق عن طريق عام قرنة شهوان. كل الشقق من جوا مؤلفين من 3 غرف نوم ماستر، بلاط رخام بالأرض، ستورات على الكهرباء، اير كونديشن يونتس بكل البيت كونسيلد بقلب السقف، شوفاج على المازوت، وطاقة شمسية لتأمين مي سخنة. مثل ما ذكرنا، مساحات الشقق 285 و 330 متر مربع. بناية من برا ملبسة حجر. افيلبل شقق مع جنينة أو شقق ديوبلكس. وكل شقة تابعة لها خزان مي بسعة 30,000 لتر خاص لها. 285 متر مربع أو 330 متر مربع بمنطقة قرنة شهوان بشارع كتير فخم مع منظر على البحر وعلى الجبل. كل شقة تابعة لها 2 باركينج أندرغراوند بالإضافة لكاف بمساحة 25 متر مربع. سيتا ديف 5 مشروع بمراحل الفينيشينج، المطبخ على ذوق الزبون، تيرنكي ديليفري بصيف 2015، وسعر المتر عم ببلش ب 2700 دولار. على علو 350 متر عن ساحل مدينة جبال، جينا على منطقة بلاط براس مستيتا تحديداً لنتعرف على بناية جديدة مؤلفة من 6 شقق سكنية للبيع. مساحات الشقق بهالبناية 145 متر مربع، مؤلفين من غرفتين نوم، 2 ريسبشن، مطبخ مع غرفة خادمة وحمامة، تواليت للضيوف. الشقتين يلي على الواطي إلون تراس، الشقتين يلي على العالي بالبناية ديوبلكس بمساحة 250 متر مربع ب3 غرف نوم ماستر. وكل الشقق بهالبناية مطلين على فيو كتير مميز صوب البحر. قعدة رايقة صيفية وشتوية، منطقة خضرة، كل شقة إلها منظر ما بيتسكر عليه كتير حلو صوب جبال، 2 باركينج وكاف أندرغراوند بمنطقة بلاط جبال، 145 متر مربع سامبلكس ب 195,000 دولار، أو ديوبلكس بمساحة 250 متر مربع ب 285,000 دولار. جينا على بصليم بالمتن وتحديداً بمنطقة المستشفى لنتعرف على ديوبلكس للبيع. هالديوبلكس جاي شكله على لوفت مع 6 أمتار سقف علو ومنظر ما بيتسكر عليه من خلال واجهة إزاز كبيرة. أول طابق 300 متر مربع مؤلف من الصالونات، مطبخ، تواليت للضيوف، وغرفة نوم ماستر. تاني طابق من هالديوبلكس لوفت مساحته 200 متر مربع، مؤلف من غرفة قعدة صغيرة بتطل على الصالونات وعلى المنظر، و3 غرف نوم، 2 منهم لهم تواليت مشترك ووحدة ماستر. لوفت مجهز بشوفاج على المازوت، سبليت اير كونديشن يونتس بكل البيت، بلاط رخام، ستورات على الكهرباء، ومطبخ بيتسلم على ذوق الزبون. بناية ملبسة حجر، إلى طابقين باركينج أندرغراوند بالإضافة إلى طابق ستورج رومز. أفيلبل كمان بالبناية للبيع أبارتمنت مساحتها 210 متر مربع على طابق السوسول، ومع جنينة مساحتها 180 متر مربع، معروضة للبيع ب 475,000 دولار. إنما ديوبلكس لوفت ببصليم مساحته 500 متر مربع مع 4 غرف نوم، 2 منهم ماستر، وبينتفع من غرفة على الروف مساحتها 200 متر مربع تحت سقف أرميد، وسعره 875,000 دولار.